لك كابتن سيد عبد الحفيظ، وبشكر ضيوفك الكرام وكل مشاهدي شاشه النادي الاهلي في كل مكان. هذا معاك من الاجواء، الاجواء مميزه جدا كابتن سيد. يمكن الكره زي ما انت عارف الكره للجماهير، لما يكون النهارده متواجد جماهير منذ بدايه فتح ابواب استاد السلام بشكل منتظم، والجماهير بتكتب باعلى صوت بحب النادي الاهلي سواء من المشجعين والمتابعين لكره النادي الاهلي، حاله مميزه جدا بتعيشها الجماهير. الناس مبسوطه، الناس فرحانه، حتى عملت معاهم بعض الكواليس، ناس سعيده جدا بعوده الجماهير رويدا رويدا الى الجماهير. لكن هروح معاك لتشكيله الانتاج الحربي. تشكيله الانتاج الحربي لحراس المرمى عامر رقم 16، رباعي خط الظهر من الشمال لليمين احمد شديد، ومعاه معاذ الحناوي ووهاب عنان، لعيب صغير جدا مواليد 98 بيلعب سيرد باك. اما ناحيه اليمين عبد الرحمن بدوي رقم 17، ثنائي الارتكاز وسط الملعب محمد حماده رقم 20، وغنام محمد لاعب ناشئ صاعد للفريق الاول رقم 66 97 مواليد هو 97. طرفي الملعب احمد دويدار رقم 19، جنبه الطرف الثاني جيمس ستيدي 18. اما ثنائي الهجوم فبيلعب موسى ديارة رقم 23 ومحمد رجب رقم 9. كابتن سيد كنت عاوز تقول حاجه؟ لا تمام كده. ابو حميد خلاص، يبقى انت كده اديتنا التشكيله، اديتنا يمكن احمد ديودار بس مش هيبقى في نص الملعب، اعتقد ان هو هيبقى قدام السرد باكين، يعني هيلعب ب 4-1 يعني نعم لا مظبوطين، انا هقولهم لك محمود حماده، لا مظبوطين. شكرا يا ابو حميد، متشكرين جدا. لو شايف شكرا جدا. لا هي مظبوطه كده، عامر اقولهم لحضرتك، عامر عبد الرحمن ووهاب عنان ومعاذ الحناوي، قدامهم هيلعب احمد ديودار ومحمد حماده.